مرحبا بكم في فوتوشوب. المهم اخوتي حطيت لكم هذه الصوره هذه وقلت لكم يلا الاخوان وريوني الابداعات ديالكم اولا الكوارث اللي درتو لي في هذه الصوره حيت نورمالمون هذه السلسله كامله كلها كوارث. المهم هذه الحلقه غادي نكون بوحدي اخوتي ما يكونش معايا داك خونا حيت فريمون التصاور كلهم كوارث ولا خوتي جديد يكمل عليا داك الشيء علاش خليه مضارب مع الورقه راه حيت قال باغي يقرا عن قرب قالك الا بقى عن بعد قالك غنبقى عن مرض فيه اللهم باغي يمشي يقرا عن بعد الربندز الاخوان كنهضر على الربندز راه بشي يجيب الورقه باش نعمروا عليه باش يقرا في المدرسه. المهم اخوتي ما تنساوش ديروا لايك وصلوا الفيديو 100000 لايك بداو الحلقه. شي صحاب الحسنات صحاب الحسنات دابا اباروجي انا اللي جات ما وجاني شان بيرفكت جا في بلاصتو سبحان الله من غير كاع التصاور. هاد خونا اللي مصور مع هاد خيتي في الحقيقه شنو بغى يصنع؟ شنو الميساج اللي بغى يوصل بهاد الصوره هادي؟ واش بغى يعيق على ولاد عمامو بلي راه كيتريني وعندو التيتيز؟ يعني ما فهمتش شنو بغى زعما يدير شي كلمه تحفيزيه ولا شي عباره تحفيزيه قم للرياضه وكذا وسوف ياتينا يجرينا من حولك. ويديك شوف اللي كتشوف زعما شكون كتفقص بنت خالته ولا كتفقص مثلا ولد عمو اللي هي اصلا كانت مضغوطه فيه بغات تقول لي راني دبرت على راسي بلي بيك انت. يعني دابا التصويره ولا تجلس وتشرب عليها خمسه ديال القهاوي نورمال وتعطيك ميساج اخر وانا اش دخل تصل جد بابايا انا تما انا مع علاقتي انا بهاد الصوره يعني ما عندها تمنه وهي هازه واقفه على رجل ومطلع رجل البنت اللي كتهز رجل وحاطه رجل وميم طون تقبل يعني راها فرحانه ولكن رجل خاصها تكون دايره ست ست يعني دايره ايو ماشي دايره فف دايره فف يعني بغات تطعن شي واحد. جمال حيد شتشي ابار مجرم هذا راه الفن هذا راه دار الفن هذا خوتي هذا راه الفن خوتي الفن مخلط مع الفن بقى نريحهم بقى نشوف هاد الصوره فهمتي ونحاول نفهم شنو داكشي خاصه يا ما تقرا الساط ميساج خايب. اوكي نايس امين اول مشاركه نايس علاش هاد التقطيعات هنا شنو بعدا ما بغيت تبين باللي راه عندي اللحيه وكذا وداكشي وهادي علاش والمصيبة انه راسها خارج بحال شي يلا خارجة من مورايا ماشي فراسها في البلاصة ديال الشخصية لا من مورايا هادي فهمتي هادي فيها ابداع وكذا هما مصايبين لها الفلتر داكشي زويون فهمتي تجي معك لاطاي انا اصلا كانت عندي بحال هاد لاطاي اخوتي كمية الابداع اللي كاينة في هاد الصورة هادي تخليك يا خي تقدرش تشوف فيها لدرجة أنه واحد كاتب لي قال لي سلام صاحبي الله يحفظك صاوب لي شي وحدة بحالها. أوه المهم واخا فوتو لاب فهمتي السيد حاول أنه يدير لك واحد الصورة فيها شوية الإبداع وكذا وهادي تويشية كذا زويونة شكرا خويا محمد الله يحفظك أنا بين ها الفوق الله يحفظك الله يخلينا جميع الفوق ولكن الجرين سكرين الصاط كان كمل خدمتك اصاحبي خدمه كلها زويونه يعني يعني كان عندك تحيدات هاد الخضوريه هادي وشويه من هنا وكذا وهادي وتلعب شويه اللايتين وكذا غادي زويونه التصويره زويونه ولكن بعد الفكره مزيانه تبارك الله عليك. اوكي واخا ماشي التصويره اللي قلت لكم صوبوها ولكن كفو تصويره واعره جات في بلاصه وكذا وجمال رسم ريحه الحراق واو شكرا هذه التصويرة من احدى الحلقات اخوتي هذه الصورة تسال اننا حنا ناخذوها عندنا نخليوها عندنا في البيرو فهمتي نخرجها نصاوبها مورايا نعلقها كذا شكرا بيست بوي شكرا اخويا والله الا معلم داك الشيء اخي فهمتي انا كيجيو معايا الفورمات كيجيو معايا البوسترات ديال الافلام كيجي معايا الكلاس الصاف كمالتي سبحان الله في اي حاجه تركبها تجي فضيحه. هذا لعب شويه على اللايتين كذا هادي تبارك الله عليك اخي عبد الحميد منصوف فكره زويونه كذا جمال الفا بي بي كذا عز انت نسجلها
لا شو شو بالرجولة بالرجولة فهمتي بلا قنايف مثلا ما جاتش معايا هاد الفورما خوتي ما جاتش معايا هاد الفورما خوتي غنشوف واحد الصديق ديالي هو اللي غيعاوني اخي باش نطلع بحال هاد الفورما خوتي ان شاء الله ترقبوا قريبا شرحت لكم التصاور في الانستغرام سنيت انا مع شي ماركه ديال الحوايج وكدا وهادي نخلي لكم صور لي نسيتي تا صورني كنشرب عصير صورني كنقول بنادم دوز لي هما جاو اخوتي جاو اللي كيقلبوا لي على خلا دار بويا جمال مصورك مع التيتيز اوكي شكرا خويا زكريا الله يحفظك صوره زوينه وحنكي ودني طيرتي جدبه بها شكرا التصويره عندها كوبي رايت معلم شكرا وتحيه لعشيره التنانين إذا طاكو من كدي لو في كونوها كدا خلطتي كل شيء خا عصبني اخويا وان بيس اخويا وشحال من حلقة هو ياه وباقي مطايف في حالة بدي السوم وكدا فينا وما الأحداث باقي حتى حاجة ما وقعت تعرف تبرب إيه شو إيه فوش بيكي بلايندرز أصلا غيلحوني في شي قون دي شو واحد مقمو ما معروفش قاع أوه ديك شيخي كاليتي وكدا وراسي كيلو قيدة نايس ولدي سعد بعدتني عليك الغربة ولكن هاني خوي جمال رفبي مدوزني معك في اكبر قناة مغربية بيبي شكرا اخي جمال بزاف ديال الحب تحية الايوب اب سعد بعيد عليه في الغربة كنتمنى ربي يجمعكم ان شاء الله خوتي وتصفيقات تصفيقات على سعد تحياتي خويا سعد وتحياتي خويا ايوب مرحبا بكم اخويا زوينين اي شعري هذا راه واكل سبرديلي هذا اللي معوج فمو بحال موك حسن قال لي الله يهديك السي جمال والله يهديك انت الله يهديك انت صاحبي وا درتي خير كملوا شاد العطايه المعربزه شاد الكاليتي المخربقه تقطيعها من هنا وروينه من هنا شنو هو انت شو التريكو الحمراء او باقي التريكو الحمر بلا ما نهضروا على حوايج اخرى تخيل جمال الفا عنده 80 عام ولا 70 عام وحاط لكم هاد التصوير تيقول لكم يلا ابدعوا جاب التليفون المهم رجعنا جمال عصر شارلي شابلن خويا ما جريت خويا معلم الفكره زوينه تبارك الله عليك قالك نخدم معاه بالتليفون والله الا تبارك الله عليك اخي معلم جات معاك جورجينا خويا جمال المهم اخوتي بركه عندنا حيت هذه الحلقه هذه غتقدر تسبب في شي مصيبه في الحياه الزوجيه ديالي شكرا اخوتي على الابداعات ديالكم الا وصلت فيديو 100000 لايك نكملوا على هذه الحلقه ان شاء الله ونكملوا نشوفوا الابداعات ديالكم وصلوا فيديو 100000 لايك ما تنساوش ديروا ابوني اخوتي نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله تهلاو